كيفك؟ والله الحمد لله تمام. كيفك انت؟ الحمد لله. بالشغل؟ شو بدي اعمل؟ طب ليك انا، انت هديك اليوم كنت عم تقلي جعبالك شوربة. ايه انا اليوم عاملة شوربة، عاملة نوعين، بدي اياك تدوق. يلا. قدي بدك وقت لتوصل؟ ربع ساعة. لا ربع ساعة قليل، ما بكون خلصت. 5 دقايق. تقولي لي في شوربة؟ ايه شوربة. لا بدي شي نص ساعة. يلا اوكي، بكون عندك حبيبي. يلا ناطرتك. تستحقيلك ام اللون حبيبي. يلا بشوفك. اوكي حبيبي، باي. اليوم حديثنا عن الشوربة اللي قوامها بيكون كريمي. شوربة العدس الاصفر كلنا بنعرفها، كل حدا بحضرها بطريقته، كل ام بتعلم ولادها يعملوها حتى بطريقة مختلفة وبقدموها بطريقة غير. اليوم أنا هعلمكم طريقتي بشوربة العدس الأصفر، ورح فرجيكم كمان طريقة منحضر فيها شوربة البطاطا كتير طيبة مش معقول شو حتحبوها. وحنحضر كمان كروتون اللي منقدمه على الشوربة تبعولنا. أي نوع شوربة بتعملوه هول الكروتون فيكن تعتمدوه. قالي رح حطه كمان على الخضار ورح قلب. الملح ما منضيفه هلأ، الملح منضيفه اخر شي من بعد ما يغلي العدس ويستوي لحتى نظبط النكهة بالاخر. هلأ حجيب مي مغلية ورح حط عليهم. هلأ حضيف المي. بتكون تعملوا حساب انه تكون المي زياده عليهم منيح. ليش؟ لانه بدنا يستوي العدس وبدنا تستوي البطاطا وبدنا بعد والجزر اكيد وكل الخضره، بس لانه البطاطا والجزر والعدس اكثر شيء بياخذوا مي، فهولي لحتى يبقى عندي بعدين مي كفايه ليطلع قوام الشوربه حلو. اوكي فهلا رح نقلبها، حاخذها على الغاز لهونيك ونبلش بتحضير شوربة البطاطا. هلأ حنبلش بتحضير شوربة البطاطا. شوربة كثير طيبة وكريمة وبتدفي،
على فكرة بتشبع، يعني إذا حبيتوا تاخدوها على العشاء كاسة هيك بتشبعكن بدل وجبة تكون دسمة أو تقيلة، هيدي كتير طيبة، بنصحكن تجربوها. هلأ أول شي عندي رح حط، خليني بلش لكم شغلة، رح نحط بدل البصل رح حط فيها الكرات. هلأ هون نحن عم نحضر قطعناهن كتير صغار بس ها هي الكرات بتكون كتير طويلة، لازم تحطوا كرات، أنا بدل البصل بستعمل فيها كرات. وهون عندي بطاطا كمان قشرتهم، وعندي زبدة وزيت زيتون. أول خطوة رح أعملها رح حط الزبدة وزيت الزيتون بالطنجرة اللي أنا مسخنتها أوريدي كرمال يبلشوا يسوحوا. مننزل زيت الزيتون ورح حط عندي الكرات لحتى يتشوحوا. نحضر الكروتون. الكروتون مش أزمة إنه نقعد نفتش على أي نوع خبز لازم نستعمل لنحضر كروتون. أي خبز باقي عندكم من قبل بنهار، نحنا لما بيبقى عندي أنا الخبز من قبل بنهار يا أما بنعمله ساندويشات ومنحمصهم على الحماصة، يا أما بعملهم كروتون إذا عندي شوربة. فأي نوع موجود عندكم
طبخه بدها تفوت على الفرن ما مدورين الفرن، فينا نعملهم على المقلايه مثل ما انا حورجيكم هلا بطريقه كثير سريعه. هلا الشوربات صاروا جاهزين عندي، انا ما بقى مبينه. صاروا جاهزين، بدنا نطحنهم. خلينا بس بالاول نحركهم لنتاكد انه ما في شيء ملزق، ما هو ما لازم يكون في شيء ملزق بس يعني الاحتياط واجب. هون عندي شوربه البطاطا كمان، يا عيني. هلا بس بدي اقول لكم شغله، انه فيكم البطاطا اذا بتحبوا تسلقوها بمرقه الدجاج او مرقه لحم فيكم، يعني مثل ما انتم بدكم. انا حطيت لها مي لتكون خفيفه، بس انتم فيكم اكيد تضيفوا مية لحم مية الدجاج اللي بتحبوه. اوكي،
أسبق. طيبين؟ طيب أيها بتربح؟ أيها بتربح معنا؟ بطاطا. عن جد؟ طبعاً. مع أنه أنت بتحب العدس. بس طيب البطاطا. يعني بتربح البطاطا. بتربح البطاطا. خلاص لكن لازم تجربوا وصفة شوربة البطاطا.